السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. فيديو جديد معكم زيزو فوا إقريكي. أوكي خوتي، فيديو اليوم سيكون عن تسريبات. أخوتي ما شوفوا تسريبات، يعني كمزفت على الريخ أو تسريبات، يعني خمسة تسريبات الله لا هذا فقط ما تكتب. اوكي على بالي دخول يا زيزو، راك تسريبات على اقل من حرق الجواهر او حرق الاحداث. خوتي والله اقسم بالله ما كاينش دراهم اخوتي، مشان حرق الاحداث ما كاينش جواهر، ما كاينش دراهم اخوتي. معليش غادي اليوم غادي ندير ان شاء الله تسريبات، وان شاء الله الفيديو القادم سيكون على حرق الاحداث. كما على بالكم ما بقاش بزاف يهبط السكين تاع لاكاس دي بابيل في المتجر الهاكر بوخوت، يعني ان شاء الله غادي ندير فيديو ان شاء الله اذا كاين دراهم زعما. ان شاء الله الفيديو القادم سيكون عن حرق الاحداث. وكما على بالكم قاعد تحبوا لك حرق الاحداث، وشوف حرق الجواهر، ما حرق جواهر وحرق على بالي قاع على بالي. اوكي غادي ان شاء الله على اليوم حوالي اربع او حوالي ثلاث تسريبات حاليا. ساوريكم هذه التسريبات ثم اوكي خوتي يلا، فقط منسوش فقط اللايك والاشتراك في القناة. يلا ندخلوا معكم في الفيديو، فرجة ممتعة. اوكي خوتي، اول تسريبات لهذا الفيديو كما ترون عن سكينين سيكون ان شاء الله في الدايموند رويال. عندنا سكين البنت وعندنا سكين الشاب اخوتي، فممكن يكون واحد منهم من سكينات الدايموند رويال. فحاليا عندنا حاليا هناك سكين البنت وهو سكين الدايموند رويال نزل في بعد في التحديث الجديد. هذا هو سكين اخوتي، تبقى له حوالي 22 يوم لياتي هذا السكين وياتي سكين جديد. سكين يعني مقبول، سكين اسطوري نوعا ما، لكن علاش اخوتي من سكين البنت الى سكين البنت؟ وليت سكين الشاب يا جماعه، يا اخي نسبه اللاعبين في فاير هو الشباب اكثر من البنات يا اخي. لماذا سكين البنت اكثر من سكينات البنات؟ سكين لاباس دي بابي، لاكاس دي بابي، سكين البنت، سكين ديموند رويال بيت، سكين جولد رويال بيت. يا اخي ليش ليش يا اخي؟ حرام حرام. هي قالت تحسبوا اننا بنات ولا كيف؟ اوكي خلاص. خوتي ان شاء الله اتمنى ذلك ان شاء الله. سكين الدايموند رويال ستروك كما ترون الان في هذا الفيديو، وسكين الشاب سكين جدا رهيب بمعنى الكلمه. اتمنى جدا جدا يكون في الدايموند رويال. فبالنسبه الى 80 الى 90% ان شاء الله سيكون في ماكينه الدايموند رويال. أعطوني تقييمكم عن هذا السكين الأسطوري إن شاء الله قريبا سينزل بعد سكين البنت الأخرى. أوكي هذا من أول أتسمى أخوتي. ثاني سكين في الممكن أن يكون في ديموند رويال، لا توقع مع ثلاث مرات سكين البنات، لا توقع أبدا. هذا السكين ممكن يكون مع أحداث معينة أو يكون في متجر غامض، يعني ممكن حاليا لا يوجد أي تثبت مؤكد أنه سيكون في متجر غامض، لكن ممكن لأن شركة غارينا ستنزل في هذا الشهر أو الشهر القادم متجر غامض سينزل فيه الفاير باس أخوتي. فبالنسبة للتسريب الآخر هو فاير باس جديد إن شاء الله، ذكرت الفاير باس قبل هذا، والآن نتكلم عن الفاير باس القادم. معظمكم يعرفون هذا الفاير باس أنه سيكون الفاير باس القادمة. فسيكون فيديو قصير حوالي دقيقتين أو ثلاث دقائق أوكي، ليس بالطاول كثيرا. فسوي لكم الفاير باس، اعطي تقييمكم على الفاير باس اللي تطلعوا له، الفاير باس فضائي يا جماعه. نعم لكن جو تقييمات الفاير باس اعطيكم تشاهدوا الفيديو كامل على راحتكم اخوتي وفي ما سنعود. اوكي thank you.
باقي خوتي هذا كان الفاير باس لقد شاهدتكم الفيديو. التقييمكم على هذا الفاير باس بتقييم انا 7 الى 6 من 10 فاير باس. يعني يا اخي لا افهم راس بيك سكين بي راس فضائي يا اخي. ليش راس فضائي مثل راس فضائي مثل الفضائيين يا اخي فضائيين يعني هيبه. لكن الفضائي كامل دخل راس يا اخي شافها. والله يا اخي فهمت اقسم بالله فهمت يا اخوتي. فتعطوني تقييمكم لهذا الفاير باس وهل ستحصلون عليه نازلا مجانا مثلا؟ تخيل مثلا بس ينزل مجانا هل ستحصلون عليه؟ فقط تقييمكم في التعليقات او ما هو رايكم في التعليقات اخوتي. في بالنسبة لآخر تسريب في هذا الفيديو كما ترون أخوتي هذه الصورة أوكي. أنا توقعت يا أخوتي هذه الصورة انتشرت حاليا في المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وخاصة في الانستغرام أن هناك أشخاص ترسل جواهر وماجيك مع الفير باس بشكل مجاني كما ترون في الصورة دائما. يعني تختار جائزة واحدة فقط بين الماجيك أو الفير باس أو الجواهر. فيا جماعة في رأيكم يا جماعة هل جارينا سوف تنزل الجواهر مجانية يا أخي؟ هل جارينا يوم من أيام نزلت الجواهر بشكل مجاني يا جماعة؟ في حياتي لو أرى هذا الشيء يا جماعة في حياتي يعني ما أرى أني شكل جارينا تنزل يعني جواهر بشكل مجاني يا جماعة. فأنا أتوقع أن هذه الصورة فقط فوتوشوب. بالنسبة لماجيك كيوب أو الفاير باس ممكن فالشركة جارينا نزلت فاير باس من قبل يعني بشكل مجاني كما تعرفون فاير باس راعي البقر. وماجيك كيوب كم مرة نزلت ماجيك كيوب بشكل مجاني. أما الفير أما الجواهر لا أتوقع أن الجواهر ستكون في شكل مجاني فهذا من المستحيل يا جماعة. فهناك زمن يعني طويل لا تتذكر أن هناك أشخاص تتذكروا هذه الأشياء. تشاهد فيديو مثلا فيديوتك جوهرة واحدة كما تشاهد ذلك الفيديوتك جوهرة واحدة يعني حدث قديم يا جماعة فقط القدامى تذكرون الحدث يا جماعة. فبالنسبة لهذه الصورة أتوقع أنها فوتوشوب يا جماعة. يعني نزلت أخوتي هذا الشيء ممكن 10% تكون يعني صحيحة يعني ممكن حوالي 10% من ماجيك كيوب يا جماعة ولا فاير باس. أما الجواهر ف 0% أخوتي. أوكي أخوتي شكرا لكم متابعة الفيديو. أتوقع أن وصلنا لنهاية الفيديو كما ترى أخوتي. فشكرا لكم لدعمكم وشكرا لكل شخص وضع لايك واشترك في قناتي كان لي كانك. فكنت غير مشترك اشترك وفعل جرس التنبيهات وتلاقوا فيديو جاي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.